فيرسو او كفايديسو فاليها قركا فرتها اسكو فيقن فاليها قركا كوما فورره فاليها قركا فكردوه صوبان لغيو وامدان وحفوغينين وامدان وحفعلين وفلاقين تيفاهن كينا فرتها اسكو فيقن فاليها قركا كوما فورره فريسو او فيرسو فافاهنة فاليها قركا فرتها اسكو فيقن فاليها قركا كوما فورره فكر كاغا وامهيم فاليها قركا. بسم الله الرحمن الرحيم سورة وادا قحوة رما يونيفرسال يونيفرسال كينا واي داوة ديال إفيري ييال إيغو خسل ييال إيحيس ييال أنقو حيس ييال إدرار ييال لكتوت أي ودرته ييال إشوت أي أفرنته ييال سجيال محاد سجيسين وحاد إيجا سجيسان مركان صهر استاغو أما أن إذن صهر جوف صدو برنامج كيني برنامج كيني فاليها خرنكا فاليها خرنكا إيو خضبضة أن عاوة نيجو هرقو فينو هذا حال كان أما إمن كإيهاتنا وحق سودواتين ورك مدحدين سلام على الله ورك فيري هي سي ورك شف كي سي ورك دبر كي سي ورك فيري هي سودوات عوضة مدح وينها بندلان عبد الولي محمد علي قاس أو كسو قيب قلي آسكي رئيس الوزاري أبو هريي صوماليا مرحوم عبد الرزاق حاج حسين رل يرحمه الله سيو صوماليا أمانة الله صوماليا معبود صوماليا أو شيغا صوماليا أو كركا أسارا نوكليير إني سميستو عربت أروفتي الله من صاروا هذا لا هذا ترك بدن لباتن ديخ أو دقوشين فتشيستيال فتشيستيال وقت تيجي تلاني جاي جوجينا وملا مشي حيال مجير يال جانجستر يال ماما اسكبها لك وجوجا ما هي سوبيان ديجاك اما دورا ير او جبر اه غوري غودا الباب كيسا اسكيغا ليرسي هيسو او حتى قربسار وذني اي لواتن كودا كفصا غن يمانكا حرقي مركبك انا قال حرقي مركبك خار كميدا عيدن كحوق الدلكا oo ay ku jiraan xataa ciidankii naafada ayaa banaanbax aad u ballaaran sameeyay kadib markii la ruqseeyay Superman Superman lan ka saay ani Super dad ay imidaal yiri Super dad sidoo warka sheegay haye jinninkii keenay bixiyaa leeri رجع يا ربع عم حاك الله هايستا أبو أبو شن ساوي كدم بي بعل ولا رورة أمانة الله إن بهو أسكفو فول على دتك بابور تبي بوم وعلى سلالة بابور كم جمي كرا رجع يا ربع عم حاك الله هايستا عافي ماتك إيجادك عافي ماتك إيجادك إسكو لفمي مسعودرك إيجادك إسكو جوفه داوديال انتاني و ورك فيري هيسا و ورك مدح ديسا سيدا مقع مسيو مالنا يبعان ورك مدح ديسا لسكو معي هاي مركانين و حاسو قيسين وركي او هي كي هدايا ديستفاريق هاي جملة جملة رئيس الوزراء دلك صوماليا
شاليمان طلعنا مجلس جقة في مراو إن نقفو عبد الولي الشيخ أحمد أو ورئيسي سيجي ورياشا فاليها قرنكا أسيقو لغا ورئيسانايو حمر إيو حالدا أو مرايو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحا ورئيس الله يلان رئيس الوزارة دولة جمهورية الصومالية عبد الولي الشيخ أحمد مدن رئيس الوزارة كسو دوو تلفيش كيونفرسال وانا تنتهين وانا كدوو هاي فليتفضل مدن رئيس الوزارة ودن كيثوبيا يا بوغتا إذا مانا ويكينتي عن شعبك جعلين والول مكوغو هايسا لباتوين كي ما ندونو وحول ولا إقوما هايسا لباتنا كما إمانا يسوايو دولد إيتوبيو أيضا ولقد قال لي يد بوحانو أهينا دد درس أه أو ولا لا ما أنت أنت رواكر الجف يعني وحي كمدهين إذا ماذا نبد إلى لنت لو كان يدلك صوماليا أميسهم أي كمدين أيهم كمدهين أي ولا له هنا نو نتأكل يجرين أي نلجوج يجرين نف إيه مال بنوهور يجرين هذا هو حد بي وفرحة يعني شعب كصوماليات هاي وربحنا يسوس أرته أدا ملتر جروب وحي شكتي هوب كوي من الدولة ده إن لقي بي قبائل له الشعب نلجارسيه ما حد كله هذا هاي أرنكاسي أرنكاسي ووح عن صل يراد مدن لهين ورحمة الشيل يا رميهيسة نالكستو الدنيا ده أنا وأكجر أن ورحمة الشيل سداسة وأدد أن أقولين ومدى الصوماليات إن يوالكود لمد نغضان أو أي والقود إن يهوس جران في الدنيا وحسن وحوح كجران معها وربحين يسو سارته هيادة هيومان راد سواج وحي شاكتاي إن كفسك مغالا ذا مقدوش أو عادي كنغضي دولدنا أي كبرى ركسنين كفسك دلك كما جيرو كما لها يعني برسا سيدي هراء وهاجر يسيئو دو معها حدنا واجران ويلل ان اسلوب لهين ايغانا وحن كودنا سيد دلك اللوغة بابي إن لها كفسك ايو حيالها خلبك اه دادالك يد ايان كجرنا حدنا كما سيحن هاوين يمانين ايغا سان قوبنا سونا قبنا عقابنا عدادنا هاي دولة تركيا أفر مليون يبر دولار عدانا هؤلاء سينجر دولة دولة جوجيه حكومة دادو سو عقبات هور لكم أنا قنيسو وحوية جوجين تاسي جوجين لأن تاسوح معنا أماله ولا لها أن التركي وحق العبت أدفعي سهولة كبضان بين نوغة بجرين تاكولا دينا هل كيدي جوجتا حدنا أخبارتي دو حكومة قرم الحوينها تمورية دا فدرالك الصوماليا أيها جيرا ودن كتركيا برنامج كده نواصله وحمانا وعنا نرد حينا ما كده نوير هذا يعني وحنا لو كده جوي أنكم متأسني هبينا دي وجودن بمجال هذا مقدس هو حلقة مغلية مدافع دولة نوح يكون معنا يسي بارود يقرحيو أندتك وحود بينين فرصة ماذا نعصب حكومة ده عصب مية لسعتها حكومة ده إذا عصب وحي الله ده وقيب سنيال هوسون ونقيب سنتهاي هي دي كوسة قدر هاي وحي عدايان إن أي تاي وح أن محبو كتيرين أو بارود أه وحيانا السبب أه إنتي مدفع أول الرداء خسارة أي كان وح هو عن ويني فكا استهدان مرح إلا دد ويني إصور سني لواء ما كسيلا درت يدوى دد أرقا جحس أه أو شعر ددك إني هي كعيان دل كان أنا شعلين هرو مركيسة وحنا كما كيران وحاس وأنا دوقلني haddan wani waa ku dareen jirnaa si aan argagax dambaba ugu soo laabanin dalka markii ugu horeysay ciidamada amniga ee xukuumadaad waxay jirdil ku sameeyeen wariye maxamed haaji fiore oo la il daran dhaawacyadii loo geystay jirdilka wariyasha ma siyaasadda xukuumadaada lagu soo dare maya lagu ma soo darin laakiin waligeedba dawladda Soomaaliyeed anaga naga dawladdi naga horeeyay oo dhanba waa ka sheeganayeen saxaafadda balse kan waxaan leenahay Allaha caafiyo nabad muxuu ahaa madax banaanadiisina waa siinay Ilaahay ha caafiyaan leenahay cidi ka dambaysana waxay waa reebkeedan ku joognaa mana jeclin in ay dhacdo saasoo kale waayo saxaafaddu waa halbowlaha iyo fidiyaha akhbaarada waddanka dibadda gudaha iyo gudaha dad dadweynaha deeqsiiso انا نجا سرطودو انا بابنا بس هو دعلا مرمر ويلش اذا ماذا اه يو ويلش رير اه صحافة دا اه ورياش اه مرمر واسكو دعان واسكو دعان واسكو يمدوه يماها اه واح دولدو رالي كتاهي
إن صحافدة يا وريها يا ألابتيسة يا إذا عدها يا المدنة إن لو حيا الليو ما تنتوحنا لنا هاي محمد حاجة إلهي أكو عافيو سقدي سنوى وذكريا وأنا مضح بنايا وراه ردع يا شيخ إن قدوميا قبل كبنادر ترسن أو حلك لقى قاضي لها دي صورتا أكتي محاد كوكا نعضي أو تكودي دين حلك لقى قاضي وحنا دي شيخ هرتا رقين دكينا وريها وريياشينا معنيه إن أنا وقرن ويني ووحن كبقينا مركا إنا أوركينا وحو كجرنا إنا صورنا الشيكتان بان كبقينا يا إبين وحيوذو محاد سهولها إيو برنامج سيدا حسيس سيدا وقارك الدولي ومحايد ان دوادقي ما أهن سؤال تاسو كريتوت كفير صدا اسمد دكتية وحادا هوينانا هبان بقينا إن لقا قادر بإنك لسيدي كوغاتين ما أدنك حسيسكي أه ما سأدنك دولدية ددوينا هخلدنا ورياشينا أسلوكو سقايا ودنك أدنك إسكالا دلكنا ودل كيمية وحبادا ودباتوين ودلك سومري فانكونا مانتاي بدا اوغبخي كنت ايو اسبوكيو كل ميو حدلو كبا طرح مالي يا غاشايا الله يودكيجي انت عند الكودي مرنا دي بدا اوغبخي كنت ايو اسبوكيو كل ميو حدلو كبا طرح مالي يا غاشايا كود بابا وحابا وغسي دراني دم كاني من كشيدايو وكل دماء وكيجيرو ديغا كود بابا وحابا وغسي دراني دم كاني من كشيدايو وكل دماء وكيجيرو لا يودي ورياشنا اللي واهسان وهذا ما حد ذلك دب وقعد يسي وقتي بالله جت شو جاي ما حد كوك اللي في ما حد سك أنا إن الهاس وهاجس هاي أرهدر دب وسعيد ما ذلك كلهم بعد دب وسعيد هر كاس جيت في وقتي جاي شيء دونه وما سنت رئيس الوزراء كاسوح ورئيس الوزراء دولة الجمهورية الصومالية أنكر رئيسنا برامج كنا فاليا مدحوينها بندلان عبدالولي محمد علي قاس او كسو قيب قالي اسكي رئيس الوزاري وقهوري صوماليا مرحوم عبد الرساق حاج حسين رل يا رحمة الله السيو ارين ارين تاسكو سابسن اما ارين قضب كاسك هادلاي وحانو اخري هايو اوني فافاهين هايو وريهينا فاليها قرنكا علي هيران علي هيران كسور دوو رئيس الوزاري هرؤية الصومالية عبدالولي محمد علي قاس او اندويت لو على مصاري مدعوينها بوتلان ايا كسور دقي قرن كوين اي عالمي قاعدن عده مركو مدعوينها الكاسي يميدي وحا اووتي وفدي ادو بلارن الى لقاري سو الا ايو كنتون قفوت انكبادن برس مركي او قلين قل كس soo dhawaynta ee nasashada ee loo yaqaan VIP da ayaa ilaalada madaxtooyada iyo ilaaladii madaxweynaha Abdulli ilaalada u ahayd waxa dhaxmaray arin aad u fulxun runtii taas oo ah mid laga argagaxo qolo walba waxa ay aaminsan tahay in uu madaxweynaha Abdulli anaga ayaa madaxweynaha mas'uul ka ah iyo anaga ayuu marti inoo yahay mas'uuliyadiisa amaankana anaga ayaa suwayna
aski ra'iisul wasaare ee Soomaaliya markii ay tageen ayaa sidoo kale ilaaladii Cabdiweli la socotay waxa ayna sidoo kale lagu xannibay in ay banaanka ka isteegan taas oo runtii ayadana ka dhalisay arag weyn hadaba ummada Soomaaliyeed oo runtii ah ummad muslim ah boqolkiiba boqol isla markaasna leh hal af hal dhaqan iyo waliba har arli oo kaliya waxa aan saaki soconayn santadaadu loo istaan Ali Xasan Aadan Cali Hiiraan faaliyaha qaranka TV-ga caalamiga Universal Muqdisho Soomaaliya amaana Allah Soomaaliya ha musheega Soomaaliya fas kishigaana Soomaaliya oo qarka u saaran inay nugli yar sameysato maxay yeli cirbad aruurti waxa la yiri cirbad aruurti mansaar waaye arin arintan ku saabsan in Soomaaliya ay qarka u saaran tahay nugli yar inay sameysato waxa inoogu waramaya wada wariyeena faaliyaha qaranka Cabdi Maxamed Cabdi Jucuf kusoo dhawaaw maanta mowduuc aan ka hadlayo waa mowduuc wax ku ool ah ummada Soomaaliyeedna wax weyn ugu fadhiyo waayo waa wax iyaga dib u dhac u keenay ayaan u sheegayaa waxaan rajaynayaa inay ka waantoobi doonaan adduunyada aad aragtaan ee meel kasta ah waxay horumar ku gaareen waa farsamada iyo teknikada lagu sheegay teknolojiyada casriga ah dadka wado waa dad Ilaahay maskaxdooda geliyay ee dalalkaas u dhashay annagana dadkeena maskaxdooda Ilaahay ku beeray cilmiga rabbaaniga ah ee farsamada horumarinta ah ayaanu dhaleecaynaa meeshii aan wax soo saarkooda aanu mataqaana insha Allahu ta'ala ku dhiirigeli lahayn ayaanu ku dhaleelnaa saa darteed ka soo qabo haddii aan farsamayaqaan birta tuma jirin yaambo lama yeesheen beerna lama fasheen ka hor yaambada masaar lama samaysteen middi lama samaysteen oo xoolo lagu biraysto dhibaatadaas waxaan naga tiray oo intaas oo dhan noo sakhiray ninkii sameeyay ayaan dhaleecaynay oo aan magac qalloocan ku sheegnay kabaha dhuujiya adkeeyaha haddii aan la helin ciriddaasaa lagu hanaga baabi'i laheeday lamid guryaha la dhisaayo haddii aan farsamayn qaan jirin isagana waa ku dhaleecaynaa waana ku caynaa warar xun oo aan habboonayn ayaan ku nidaa sidaa darteed Ilaahayna waa noo caroonayaa oo horumar weligeena gaari mayno iyagiina moralkeen ka dilaynaa masaaraha mindiyaasha badiilka yaambada fargeetada waa soo saarna haddaanu dhiirigelin lahayn waa soo saaran lahayn wax saarkayna foortalka dhigi lahayn marka ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa adduunka waxa lagu hormaray waa farsamo farsamayaqaanada yaan la dhaleecaynin ha la dhiirigeliyo hawshay qabtaanna ha lagu ammaano haddaan ka soo qabanno dalkeenna wax kale iska daailka bixis ama istakiin ninba sida uu u yaqaan ayaa ugu yar waxa la isticmaalo ee ma soo saarano golaha farsamada gacanta ee Soomaaliyeed faaliyaha qaranka Cabdi Maxamuud Shacaf Universal TV Muqdisho qof walba Soomaali ah leh suul iyo san waxaa la rabaa in uu kala barto wadooyinka magaalada Muqdisho ay ka kooban tahay ama jidadka magaalada Muqdisho ay ka kooban tahay taasoo asiga saacideysa ama caawineysa barkii aniga hadii hooladaa garwoon dhinaca Madiina afka aadiyo ee macsalaam bari dambe leen soo naqaa oo malaha bari dambe wadooyinka lagu socdo naftirkood oo baabuurta marooyaan oo maxaan ku leeyahay oo dadka ku socdaan magac ay leeyihiin sida ilmahayna ay magac u leeyihiin heblo 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 malo ikan sasay magac ay u leeyihiin marka waxaa loo baahan yahay qof walba inuu barto aniga waa kasaa laakiin wax ma nii sheegay idinka inaa bartiina la rabaa arin arintaas ku saabsan waxaa inoo haysa wariyaheena faaliyaha qaranka Aamina Macow Cabdulle Aamina Macow Cabdulle kusoo dhawaaw wadooyinka iyo Muqdisho
برا ودوين كدل كاغا هويو وحول بابا وحي ليهن مغا اي ماموس وددان حد ان تاغنا هي وودد غشا مكة المكرمة وانا برتا waxaa kala soo dhaxmaray wadada Via Bosco waxaan soo maray Via Liberia waxaan soo maray wadooyinka wadada Ancelotti barnaamijka faaliyaha qaranka kadib markuu u kurgalay wadooyinka dalkooda hooyo inuu baro kadib markii aan waydiyay dad odayaal u badan waxay ii sheegeen inay waxbana ayba ku aqooninba wadanka ay ku nool yihiin wadooyinka magacooda waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii baro wadooyinka dalkaaga hooyo haddana waxaan dhex taaganahay waa wadadii la magac baxday wadada wadnaha ha wadnaha ay xanuunay wali waxaan ku guda jirnaa baro wadooyinka dalkaaga hooyo meesha hadda aan taaganahayna waa jidka soddonka jidka soddonka barta si fiican u barta wadooyinka muqdisho waa afar jid oo waaweyn midda koowaad waxay ku taalaa midda hormarta martini idinka hormarta waa Via Mosca la dhahaa midda ku xigta waa wadada Makka Al Mukarrama tan kale waa wadnaha tan kale oo afraad waxa waa tan warshadaha kan hadda aan taaganahayna waa Jaranadaawt waa jidka kan hadda aan taaganahay marka wadooyinkaasi hadda aan ka soo qaado kan warshadaha kale wuxuu aan ku ahaa jidka warshadaha waxa lagu bixiyay warshada badan ku yaala warshada saliidda tan badarka baastada tan birta shubto tan warshada taraqa sigaarka taas aan saasi ku ahayd midan kale wadnahan wuxuu isku xirtaa kaaran isgooskan aan ka soo bilaabeyna kan Sinai kan waxuu ahaay aan madaxtooyada loo yaqaan xarriyaale ilaa tarbunka ilaa waxay gelisaa waxuu ahaay meesha lahay digfeer waxaa xigta hal booliyaal dhexda mara hal booliyaashan dhexda mara waxay ka kala baxaan sida xawtaako kale Yasiin Cusmaan oo kale wadada Moscow kale wadooyin kale oo leexleexda Liberia oo kale wadooyin badan baa jira marka waxa weeye wadooyinku wada qornaan jireen waxay wada ahaan jireen wado walbaba iyo street walbaba guri walbaba lambar buu lahaa barigii hore ilaa Cabdirashiid guri walbaba lambarkiisa ku saa wadada General Daud kasoo la xalugle wadada Liberia kasoo la xalugle guriga lootada intaas kasoo la xalugle hadda laakiin dadka hadda jooga ee magaalada hadda ku soo biiray ama axadi yimid ama sabtidi yimid dad aan intooda badan waxba ka garanayn weeye Aamin Cabdul Macow faaliyaha qaranka Universal TV wadooyinka baro Muqdisho hadda rabto barasho wanaagsan khaar kamid ah ciidanka xoogga dalka oo ay ku jiraan xataa ciidankii naafada ayaa banaanbax aad u ballaaran sameeyay kadib markii la ruqseeyay waxaa facjisan noqotay ama dadka ka facjisay khaasatan shacabka Soomaaliyeed ayaa ilma soo tuuray kadib markii la raacday ama shaqada laga eriyay ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed khaasatan kuwa naafada ah taasina waxay taariikh u noqon doontaa dadka ka ah mas'uuliyiinta cidda ka saartay ayay dabageli doontaa hase yeeshee waxaan jeclayn in dad la kala eriyo ma ogolayn in la eriyo ama la ruqseeyo xoogga dalka Soomaaliyeed balse waxaan rabnay in la abuuro guutooyin military ah oo ciidamada Soomaaliyeed hase yeeshee arrintaas way suuragali weyday waxaanse ka codsanaynaa dowladda Soomaaliya inay dib u soo celiso ciidamadaas si aan looga shaqeyn waa kan ku soo dhawaada ciidamada oo hadlaya oo ka cabanaya qalka lagu sameeyay agoon waa la tuuray beeshin waa la tuuray nin dhaawacna waa la tuuray dowladduna uma baahna waxaana loo baahanyaa wiilal yaryar oo cusub oo boodayo hadda aan soo qoranno hadda garan mayno wiilasha yaryar meesha ay ka dhasheen iyo meeshuu ka keenayo adeer waxaan keenay dhibaato aad iyo aad u foolxun waxaan nahay naafadii xoogga dalka Soomaaliya ee 77
waxaan ciidanka galnay annagoo 16 sano jirna maantana waxaad aragtaan meesha ay naga marayso xaaladu ay naga marayso annagu ma aaminsanin in dhaqar shaar idin ruqseeyey oo idin tuuray ma aaminsanin cabdi maxamed ilkacase faaliyaha qaranka universal tv muqdisho superman lenka saay ama aan maqlay super dad ayaa la sheegaa sida uu qoraalka dhigaayo jinina ninkii keena u soo bixiyaa arrintan waxaa ka hadli doona wariyaheena faaliyaha qaranka hee yaa sugaysiin beryahan dambe waxaa ka socday magaalada muqdisho wada furis iyo dumis guryo sharci darro ah taas oo sharcigeedu ahaa dhisma sharci darro ah loo qaybiyo nidaam lagu dhuftay cadaalad waxaa ka soo baxay dumis muddo dheer kadib waxaa soo baxay nidaam kale oo leh guri sharci darro ah loo qaybiyey nidaam xumo lagu dhuftay cadaalad darro lama dumi karo waxaa soo baxay super dad waxaana garanaynay super man iyo super market iyo super match balse super dad waa wax nagu cusub super man iyo super market iyo super waxaas waan garanaynay laakiin super dad waa wax nagu cusub waxaa goobtaas tegay nidaam xumadaas ka jirto iyo waxa ka soo baxay gubernatooraha gobolka banaadir ama duqa magaalada muqdisho iyo guddoomiyaha warta nabadda bacdamaa ayaada suuqii dhismaha lagu bilaabay ee nidaam xumadaasina dhacday degmada waa warta nabadda ka mid ahaa waa suuqa xamar jadiid oo dad badani caadaysteen in ay halkii tabakaayooyinka ahaa ee loogu talagalay dadweynaha soomaaliyeed in ay wax ku gataan ay iska ooteen gurina ka dhigteen ayagoo markaa qora adeegsanayo balse sida madaxda degmada iyo gobolka ay sheegeen waa waxaan ahaa karin anaa lahaan jiray anaa taabsaday iyo waa dhammaatay dowlad federaala jirto ciidaa dadka kala saaraysa cadaaladda in lagu kala saaro la rabaa annaga bulshada inaan u adeegnaana loo soo idmaday sida ilaahay ogyahay inaan ugu adeegnaana laga rabaa nin guri ka dhistay suuqa dhexdiisa oo haddana dhistay tabakaayooyin dad masaakiin leeyihiin ku darsada haddana kaaba markhaatiga meesha uu fadhiisan jiray suuqyada oo hadda nooloo taagan oo qori ku dhistay inuu haddana sii lahaado uu qorigii ku haysta ma ka yeelayno marka annagu waxaan isku dayaynaa inaan cadaaladda ugu habboon aan u samayno inaan inta u dhisaangarayno aan taqdiidino taqdiidkaas marka wax fool xun oo la qaadan karina ma ogolaanayno in taqdiidkaas marka qofkii awoodo uu dhisto qofkaan awoodinna haddee waan arkaynaa laakiin in taqdiidkaas habkaas loo raaca hab suuq ah oo casri ah oo la mari karo oo dadku ay mid kasta access u leeyahay dadku inay arkaan dadka dukaamaysanaya inay arkaan laakiin in jidkii dhammaan laga xiro oo asagu isku ballaariyo asaga bas loo jeedo intii kalena uu xiro ma ogolaanayno nidaam xumadaas ayaa jirto waxayna rabtaa wax ka qabasho meeshaa keliyana ma ahane waa meel kasta oo magaalada xamar ka mid ah waxayna u baahan tahay in loo kuur galo si sinaan iyo cadaalad iyo midnimadii dadka dalka lagu yaqiina ama uu ku horumarayay looga hirgeliyo faaliyaha qaranka cabdi maxamuud shacaf universal t v xamamar jadiid ragga iyo rubaca maxaa kala haysta waa ragga iyo rubaca shan saaci bar haddii la gaaro baabuurka waa laiska durjihaa waa laiska durjihaa dadka indhaha waa iska fuulaale waa iskaga yaalaale mahayne waan dhiidhiidhi hadday maqlaa mayno ilmaa la hilmaama naagaa la hilmaama jiiraanaa la hilmaama khadaa la hilmaama salaad aa dad hilmaama qaabka dhan jebiga waa isbedelaa waa la kala roorooyaa magaalada dhan hal meelaa la ordooyaa halka meelna waa suuqa jaadka marka jaadka ama qaadka iyo caafimaadka isku lafmiyaa mase qaadka iyo cudurka aa isku jufa eh arrintaas ku saabsan waxaa inoo haaya saaxiibkeena qaaliga ah khataro cabdi khani triple a yeman joogta yaab aragtaa cabdi khani triple a iyo jaadka waxyeelada uu leeyahay cabdi khani saaxiib khatar ku soo dhawaaw
جرتا إجو خلوا عن جنت أونا كجرا جادنا ما هيستو جابك قعدت قليه وحس كسر جر صاحب أريراس يقو الله متكأه بوحات كو أركيسا رجع كحرف تما جادك بل ولي بيد نيدن جود كده كويان وح أقول ليه هاي إلى دخاله كو حساب تما إلهاس دخالها يترد ضدك أي اللي سكو خيبنا يا وح إنه صباح يا وح لو يقانو GDP وح إلا أنت إن لك أيو ذلك كاني هرني هاي تصالة صماري وح إلا داي هادر لكن اكتفى إذا ستي ملها صماري وح كجرا شدال لغو قياسي إلا إيو هم بيع لبا تريليون لكن اكتفى إذا ستي ملها صماري وح إلا دا دول بالعارم وبرنامج هرمرنات لغاسة مينكرو لكن اكتفى إذا ستي ملها بل سألوك صهودن كأه قود كيسا وحا كنو أبا الصوماليات أو عيستا درسا عرور أه أبعيدو أي قفتي ربون أي قلليه وحا إسويدين مضان قال هذه اللي قف إذا يسواه إليه دخلها ودلكو هيستي هل كأي أيو شعب كصوماليات كسو جلا خرشات ككجبها قابك عذار كان جوسي ججبيي عروتينا بالآن بجاي إسلامي هنا درتي سلورة اللي جلهم واي فإذويك الله أركي محيين ما أنت هلك وحيد جوان سد حفاظ مهمة من الجمل وكصعداء من ذلك إثيوبيا يقص عدا من الصومالية وعربا سد حدود بين سلور سؤال ذو ويديو فإذا يكون لي جاتك أيضا سد حدود ودن لقوية قانعون استجاتك أنا كل بالله ونسحبك من ذلك يمن قص عدا مراد باختصار نشط العقل عقلي وصفايا يغذي الروح يغذي العقل يصفي الأسنان وبعض من هذا العقل سيدوك هل كان مانتو حانو لجوغا ولا الكسو على سيدنا دالك إيطوبيا دادك آتك جاتك اللغو يقان أيو كميدي هاي هاي سيدنا حانو كويدين اللو خديسة وحانو ويدين هاي فإذو يجاتك ولي هاي بو أجيمان كبو بالي جيمان بو آتك اللين كبو بو أهزا نوتي يرمتي دبسو في بكتنا تينيه كمو جيجو وا بو أنيني كبو نجيرو waati kon ka baane jima dun ka baan hoti ka to kashon ka baa laakin faa'ida ne ni ka bunjir sida aan wada ognahay Ethiopia iyo Yemen ba dhaqaalaha ay ku bixiyaan jaadka waxa uu ku noqdaa isla beeraley Yemeniyiin ama Ethiopian ah laakin shacabka Soomaaliyeed dhaqaalaha kaga baxa jaadka yaa way beeraleyda ay ku bilaan هذا صومالي ذا قيشة وحي سو جيران مت حريف تمي درتيسة من دلال النخبي جات درتيسة من قرء أخاري إيه كو بخل كل راس وتورا قنتن كمدة كلا كساري سؤاش إسوي دين تمضن أي وحي تعي هذين كفى إذا سن إليه دخالة ودل كلها إن قيل لنا أن ربنا هل كيش عبك صوماليات وكقص حرانية خرشات كجبحة خاتك انت اصلا كحكي وتربل اي نوت تريبل تريبل عبد غني تريبل اي 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 تركه بدن لباتن ديغ او دقه دخ اه ماشي حيال اه مجير ريال اه جانجستر ريال اه الدنيا تاك اولين ايا وحي كفصدين ديغاك اما دورو جبر اهو guriga albaabkiisa iska galeersanayso oo xataa aan garbasaar wadanin
أرنتاسينا أما قضب كاسنا وحاينو أخرين هيا صاحبكي عبدي محمد الكعسة إن كبدن لباتن ديقيا وحي ويرر كوقاذين هل ديقا كدمنا أي كفصدين نقو أركينا دورة أنشعلنا هيا لغا هلو وكنتا مرنا لقشو مرنا لعنو مرنا تدرسنو هون دي لدي ديلنو مرنا أنشعلنا أركتي ديدا ولكن هناك اشخاص يقولون ان 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 هناك إني عمبارين ين عرضوا شو وطورين واحد دقيقة كوف صدي عبد محمد الكعسي فاليها قرنكا إني فرصة تيفي مقدشو إنكستو أي جيران أي نوليهين أي صعبان لأركويو رك بضن أمدد بضن أو ديغ منك هدى أنشاقي كدرن قرالة ويسوس أرتي هاي أدى حقوق آذانها أقابل سنقر مذن مدوبي إلو مقعابو هايوما راج سووج أيا شيكتي إن كفسي صوماليا أوكي هاي وح إسكا عادي قارهان عاصمة صوماليا إي مقدشو وربحين تاني عصوبة ويسوس أرتي هايوما راج سووج أيا كو إيدي سيسي إذا مدى دولاد صوماليا إنا يكمديهين شخصيات كفالكان قلمدها قيسان أيا كفسيغا أيا لشيغي إنو آد أغوبالتي دالك صوماليا سند كي ودن بيهي halkaasii oo la sheegay in dumarka aanay xitaa ka hadli karin arimahaasi sababo la xiriira cabsi ay ka qabaan in la faquuqo ama la ceebeyo iyo waliba ayadu aysan jirin maxkamado ku haboon oo arintaasi wax ka qaban kara inta badan dhibaatooyinkani kufsiga ah ayaa Human Rights Watch ayaa waxa ay ku sheegtay inay ka dhacaan goobaha dadka barakacayaasha ay degan yihiin waxa ayna intaasi ku dartay in habeenka dhibkaasi uu ku dhaco aysan ku dhigirin inay u gudbiyaan ciidamada booliska Soomaaliyeed UN ka ayaa sheegay in ku dhawaad 800 oo kiis oo kufsi ah ay ka dhaceen magaalada Muqdisho 6 bilood ee ugu horeysay ee sanadii 2013 ee la soo dhaafay haddana waxa ku soo dhawaataan suugan Masha Allah suugan oo hadda hee abo hees waxaad ku soo dhawaataan hees دلع بلاش بزباز قدود حاسد ذم الله قدري فلفل قدري سنجويل لقه المامي هالمو يدن لو قدي أولا بجحلة عانت هو ديار صدا بسور دوادا سيدة أركن تاليو قمور الساس الله يا وقرب كشبانو وليقو إينا داوا حال القلل لم دايدي قلف أقول حنقا إيا ديدي رنقا إنتا قوقو شايفي وقال دادا منكي أوهو لا بقى على هالو هي سوقو هياني كو مقام ايه مقام ازا مقام ما سقو دا قال قال زيد دا قال قال اوهو قبل ان تلا ادويوي قول دالو لا بدالا ايه انت اي قبار سيدي ما حيقس الليل دي يا حي قوبي او الا قولون قول قول ميزان قرارانو شعيرو أولينا أقل أوهو لبقى على أهالو قوبة السوق هاني
نفسي نمو قبوبو يا واقول انهارينو وريا قد مدى مدايو قولي ميلو بقضب دي انت قوضة ويراداي القد صاليا وادان قعما هيقا لا بقى الأهالو وقع السوقو هيالي دعوة ديال فرصة ديال نفيري ديال نقوخص ديال نوحي سيال هذا نوحا كسو دواتان خيبتي كله ايه ورقيسي ذا ايوه هاي قرين او انو اخريا ابوان كيغا مكي حاجي بنادر مكي حاجي بنادر كسو دواو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوا دا برنامج كي ورقيسي دا وحلي دانو كالي اتوغا برتين تيفيغا عالميغا اي يونيفرسال داوديال تضوات با وحان صوحرنا ورقيسيو عان اسلين هاي اخرستياشا اما با داودياشا كل كي اندها مريان وحبادن ايا اوغا افي دونا اما با اوغا بحي دونا تضوات كانو حان سوق ادنينا ورقيس كا اي اوتو اوينين الدنيا واهاتي wargeyska auto aynin adduunyo waa ahaatay wuxuu kamid yahay wargeysyada loogu akhriska badan yahay gudaha iyo dibadda wuxuu ka soo baxaa degmada xamarweyne xaafada koodka wargeyska bogiisa koowaad wuxuu daafur uga dhigay sida laga warqabo 1991 magaalada muqdisho waxa ka qarxay dagaal sokeeye kadibna isku bedelay colaad dalko dhan ku baahda hadaba auto abs eker waxay kamid ahayd 1991 dabayaha qadiisi dadkii magaalada muqdisho ka qararay una baxsaday wadanka uk markay baxaysay auto waxay ogeyd shangani iyo la kala fadhiyo aan iraahdo shine maxamed iyo bangiga oo ay kala fadhiyaan ciidamo kala taabacsanaa een hoggaamiyeyaashii colaadii xilligaas jirtay oo taawes waxay magnayd muddo fara badan kadib magaalada ay ku soo laabatay sida uu wargeyska qorayo waxay ku soo degtay xamarweyne via roma guriga gabadheeda maan caasha buwe ebedkeed raadiyo ma dhegaysan TV ma daawan journal ma akhrisan website ma gasho reer internet ma aha waa gabar xaas ah saaxib ciyaal ah shanteeda waqti dukata korriinada iyo barbaarinta caruurteeda aan dhaafin markay timid otaways haweenkii markii ku bariday guriga gabadheeda caruurtii waxay u baahatay inay booqash ku aado degmada shangani hase ahaatee waxaa lagu soo daray wiil ay ayay u tahay oo isaga dhiga hajiga oo la yidhaahdo cd abubana markii soo raaceen martini markay soo gaareen ay oota waxay aragtay waddadii oo ay bir ku go'an tahay oota kuma ogeyn sidaa wiilkii bay weydisay waxay tiri birtan kuma ogeyne goormay waddadaa lagu xiray wiilkii wuxuu yidhi yaa okay cabaar markay socotay bir lamaad ayay aragtay oo ay oota waxay tiri birtaana ka waran yaa okay uu yidhi bir saddexaad ay aragtay yaa okay way soo socdeen kawaanka malaayga ku leexatay waxay fiirisay qaabkii loo wado ganacsiga malaayga nooca socda sida ay dadku u xiiseeyaan dhaqdhaqaaqa ka jira
waxay istiri shangani inta la ka gal waxay socoto waxay socoto waxay socoto markay gaartay masjidka ee Fakhruddinka ama ba xaruntii hore ee iskaashitooyinka ee waxay aragtay ee wadadii oo go'an meeshi oo jagboynti u yaalo oo taaways kor uma fiirin aaga warna kama hayn isbedeladaasi degmada ku soo kordhay way socotay way socotay markay birti dhaaftay dariskii ayaa ku qeeliyay waxa la yiri hamarin lama maro ay oto joogso ay oto lama maro ay oto lama maro waa sida uu wargeyska qoraayo ay oto way iska socotay cabaar markay socotay kor baa laga soo qeeliyay waxaa laga soo qeeliyay museumka derbi ku yaalo oo iyadana ay arkeenin waxaa la yiri tarudi jama yote Stop, go back. I ought to watch JJ City. That kid is key. Why did I ought to Amarin? So lapta. Intamalamaro. Naftina atalu kenina. Gadal so nakhda. I ought to. Gadal so nakhati. There is key with this. Why itiri? That can he? Yay hayen. Yeah, okay. Allow Joey. Shame him then. يا اوكي الو جوابي ترودي جامع يوتي محالي را يا اوكي اليري يا ولشتين يا اوكي اليري محاكيني يا اوكي شي مي سوغلين يا اوكي شي مي بحالين يا اوكي انتو ما يجيفتان يا اوكي سيو دغن ميا يا اوكي مبحايانو يا اوكي اي اوتو اوهين اجبسطو سيدو ورقيس كخوراي وي وي سي اي اوتو مدحاي لكو كلفتي wiilki wala ooyay ay ayeydadu u ahayd waa sidoo wargeyska ay ooto ha oynin uu qoraayo ala ay hal waxa saa ahataba ay ooto maxaa uu ahay ay weydiyeen dadkii jaarka ahaa yaa okay ay tiri aloosh ma kuurti ay dhahayn yaa okay ay tiri dadka ma ka naaqdi aliri yaa okay ay tiri buu wad ma dharru haysta aliri yaa okay ay tiri waa is afkasi weesan miya yaa okay hadda gadaal muuna qeysido yaa okay ay warkeeda ku soo dhameysatay intaasi waxaan ku soo gabagabeynaynaa wargeyska ay ooto aoynin adduunyo waa ahaati waxaan galaynaa wargeyska isagana alaaba ka faallooda suugaanta iyo maahmaahooyinka soomaaliyeed waxaan soo qaadanaynaa taaliiftii ugu dambeysay rabbi naxristii janaha ka waraabiye abuwaan doctor daahir nuur oo loo yaqiinay doctor Rafi ama ba lagu naaneysa jiray doctorka wuxuu yiri hashe geel hood ka saray hunguriyeysataa waxa hoos ku yaal hamigeeda ma siiso aniga habaabay aniga hungoobay hooga ana u soo hinshooday aan heebi hayay naftiisa ugu jawaabtay doctorka rambi raxiisti janaa kabaraabiye oo tiray kaari weeseeye waa ku haystaa dhinacii maahmaahooyinka ayaan u leexanaynaa saddex maahmaah ayaan soo qabanaynaa waxaan ka bilaabaynaa dabduubta daanga dubta duur gadaashiis cabo waaye dokona maalin muddaa dooro diiq la-aan ma uuroogdo intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa wargeysyada dhinaca farsamada amaba kaamarada waxaa iga saaciday saaxiibkay guuleed anigu waa Maxaaj Banaadir ayaa soo diyaariyay halkan kasoo jeedinayay intaynu todobaadka dambe iyo wargeysyada isugu imaanayno hadduu cala idmo dhammaanteen waxaan ugu dhaafaynaa wadinno kulanta ammaan alla iyo ammaan rasuul daawadayaal fiirsadayaal shuufayaal lugyaal fiirsadayaal na fiirsadayaal ifiirsadayaal ana fiirsadayaal waxaad awa ogaanaysiin inaan waxba hortaniga hagaranayn oo barnaamijkeeni faaliyaha qaranka aan intaas ku soo koobeyno aniga oo ah kaptanka ama pilotka ama doomanka maxaa laayig naaquudaha barnaamijka faaliyaha qaranka iyo saaxiibteyda oo ka mid ah saaxiibkayga
عبدي محمد الكعسة عبدي محمد شعف أو لبض الباب أو ترين كهجسان فرح علي وهلية أو لعق أروريها بورس جنكيس وجرته يوم مكي حجي بنادر أو كابتن كا أما علان ولها أو ترين كسان دهايو ترين كسو هايو حقا بستيجا ده ترين كجوك سهايو وحا كاميرا واتا أنيغانا حد كاميرا إي واتا برنامج كان حد إيقا دوبويا ترين كمركيز جوك سهايينا دوبا وليد عبدي سلاد داوة ديال انتاس وحا نقول دمادي برنامج كيني عاو تن إيا انتي إسكا أركينو هدو إلهي رالك نقضو وميت كعفية نولدهن وحان إذن كتغينا أنغو إسكو دوبان أنا إسكو دوب ميكرنا رتونك درمني إيقل أنغو وذا جرأة ها ماشا تنافع أنغو وذا جرأة مانا إسلا جرنا أنا ميلان زكينا إلك عسا ميلان زكينا عبد الجعف ميلان زكينا ماكي أنا إسكو دو أنغو وذا سعضا أنت زب مالو سعضا قود أهان وحان إذن لنا هاي هوين وناكسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيقة و فيرسو او كفايدي سو فاليها قركا فرتها سكوفيقين فاليها قركا كومفور فاليها قركا فكرروه صوبان لغيوه وامدان وحفوغينين وامدان وحفعلين وفلاقين تفهن كينا فرتها سكوفيقين فاليها قركا كومفور فريسو او فيرسو فافاهي نظا فاليها قركا فرتها سكوفيقين فاليها قركا كومفور فكر كاقا وامهيم فاليها قركا